كرسي مروان. جود بيرفورمانس. جمالية صوتك وخامتك بتنسينا تسحيطاتك بكثير من المحلات. بتحببنا بمغنيك. انا يعني جمالية الخامة يعني عم بحكي. بتنسينا الديفويات اللي بتعملها، الاغلاط اللي بتعملها بترتكبها بحقنا على المسرح. بتنسيني هون لانه صوتك حلو خيي، عندك خامة سبحانك يا الله بتفوت على القلب. زيادة العرب اللي مش بمحلهم مثل تعرفوا هيدا الجيم البازل، تعرفوها البازل بتقعد تركبوا، اكيد كلنا لاعبين بازل. في بكل قطعه إلا محل ما فيك تتحش
وحدة مش محلة ما رح تركب. في عرب ما خارج يندحشوا، أول شيء بتشوهوا الصورة اللي عم تشتغلوها وبتشهروا بتسوي بتشوهونا المغنى. العربي اللي مش بمحلة بلا طعمة بتنزع كل شيء حلو عامله. يعني في قصص عملتها حلوة بدي أقول لك عنها، آه بوصل لمحل بحسك داحش وحدة تانية عربي هيك إنه أنا بعد إيه بقى أنا بقول أخي نحن ما عرفناك بتقول ما تزيدها. يعني انت وعباس عندكم زيت المشكي بعد، انا عم بطلبها منكم هيدا المرض اللي هو كانسر اللي هو العرب، انا بسميه كانسر دخيل صار بالعالم العربي، مش ما بحياته كان هالقد بكثافه بالمغنى. يا اخي اسمعوا بلش من الصنباطي وطلوع، هو هيدا الزلم الوحيد البرم كنا مأثرين بالاتراك وبالموسيقى التركيه، كنا نغني نقول امان امان، صار مثلا نقول يا لالي يا لالي، هو بلش من هون خيي، ولا واحد منه بيعرب يا خيي بهالكميه العرب يا اخي لليوم. مرونا بعبد الحليم، مين ما بدك سمي لي مين ما بدك قل لي ورده جزائريه الله يرحمها، اعطيني اسم ما حدا بيعرب القد العرب عطول محفوره بتجي نازله كميه عندك قصص كتير حلوه مروان بتقولها، قول اسم الله عليك شو مزوي وفجاه بتخلعني كف معلم من قفا ايدك بتصير هيك بنزعج بنقهر. بدي اقول لك ايه، بدي احط اصبعي على الجرح هيك اثنيناتكم هيك، لان انت ويا الوحيدين عندكم اياها هيدي صارت بكثره. منك عايز برهن لي انه صوتك حلو، يو هاف عندك كاركتر بصوتك الله يعطيك اياه، بليز خليني اتمتع فيه. صوتك حلو ما تلعب لي بالعرب يا اخي، العرب الزياده مش محلها مروان، اتس اوفر بالنسبه لي، اتس اوفر يعني اتس اوفر كوكت بسميها، مثل الطبخه المسلوقه زياده عن زوم او الاكله او شو ما كان. بعدين في شغله ثالثه بدي اقول لك اياها، هي الار شو بتقول؟ بتأثر ليه؟ ليه ار؟ ليه لسانك فوق؟ لا خي لا ما في محل سكت بتأثر ليه بدك تعمل عربي عراخ؟ في محلات ما لازم تحط في احرف ما لازم تحط عليها عربي اخي. لا كل شيء خذوا ما اسمع الاجوبه بجودوا بالمغنى، شوف الاحرف اللي بيقولوا اللي المفروض تتعرب عليها ومفروض تعمل يعني تسقط عليها الجمله. في احرف خارج تتعرب عليها، في احرف ممنوع. اسمع جويدي خي هيدي المدرسة كنوت حلبي، اسمعون يا خي إذا ما بدك تفهم شو معناتها العربي على أي حرف وين لازم تنزل، مش أنا لازم أقول لك إياهم، لازم تسمعون لتفهمون أنت وعباس. هاي الملاحظة الاثنين عم بقول لك إياها من هلا لما أرجع لك إياها بعدين، العربي لازم تكون بمحلها نقطة على السطر،